الدراسة هي مؤلف جماعي صادر عن معناه جمعيتنا، جمعية تونسية دفاع الحريات الفردية، عنوانها المناشير السالبة للحريات، قانون خفي يحكم دولة القانون. وهذه هي المفارقة الكبيرة، لأنه نعرف أن المناشير بالفرنسوية السيركولير هي نصوص قانونية ذات مرتبة قانونية دونية جدا، يعني فريمون أقل من القوانين الأساسية أقل من القوانين وما إلى غير ذلك، لا وأقل حتى من الأوامر. هي نصوص مبدئيا هي نصوص داخلية يوجهها رئيس الإدارة إلى منظوريه الإداريين لتنظيم المرفق الإداري. معنى مبدئيا ما لازمش يكون عندها تأثير على الوضعيات القانونية لا متاع أعوانه لا متاع مستعملي المرفق. نلقاو رواحنا أنه إذن المناشير هذه ماهيش منشورة، ما نعرفوهاش مضمونها شنو، ولكن هي تسير في حياتنا وعندها تأثير كبير. إذن بشنو طالبوا اليوم؟ نطالبوا أنه المناشير هذه أول حاجة لابد من أنها تكون منشورة بصورة آلية، وهذا من منظور حق أو على أساس الحق في النفاذ للمعلومة اللي هو حق السوري، إلى جانب بطبيعة الحال مراجعة هذه المناشير، غربلتها وإلغاء وتعويض كل ما هو متنافي مع الحريات العامة والفردية. تكون منشورة على موقع مع على موقع ابتداء من هذه الليلة منشور المؤلف هذا يكون منشور على موقع الجمعية www.adli.tn.